سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، الصحه ديالكم مزيانه، وتكون جميع العائله تكون على خير وبخير. اليوم جيت البنات باش نجيبلكم مع الجديد، كما عارفين دائما الجديد مع يوميتهم ادهم. مرحبا بكم في عائله يوميتهم ادهم، ومرحبا بالناس ديالي، وكنبغيكم وكنحماق عليكم. اليوم البنات جبت لكم واحد الموضوع مهم 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 جدا مهم. قبل ما ندوزو الموضوع ديالنا، ما تنساوش اللايك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد طبيعة الحال الا عجبكم المحتوى ديالي. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الدواء، واحد الدواء هذا بيرفيتال. انتما البنات هذا ما عرفتش كتبان لكم الكتابه مع الكاميرا، كتبان لكم مقلوبه. بيرفيتال البنات، هذا الدواء هذا واحد الصديقه ديالي شراته باش يتفتح لها الشهيه وتبقى تاكل، ودار ليها واحد الاعراض، وقلت ضروري ومؤكد انني نقولها لكم. قلت لكم البنات شريت هذا، يلا هانتوما مازال عامرين، هذه مازال عامره، وهذه شربت فيها يعني حبه قبل الماكله. هانتوما واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، كملت النهار الاول ثلاثه، ونهار الثاني ما قدرتش تكمله. هذا البنات خذته باش يتفتح ليها الشهيه، ودار ليها واحد الاعراض خايبه بزاف. هاد الاعراض البنات وهي الوسواس، دار ليها الوسواس، ودار ليها واحد التخيلات في الدماغ ديالها، جات بحال الكآبه، الصدر ديالها تزير عليها، ولات حاسه براسها بحال اللي باغا تحماق. هذا البنات راه كيدير الهلواسه، هذا بيرفيتال، الناس اللي كياخذوه باش يزيدوا في الوزن. كنقول لكم البنات من الاحسن ما تاخذوش البنات، لانهم غادي يضركم. كما قلت لكم البنات دار ليها الهلواسه، ودار ليها واحد الاعراض خايبه بزاف البنات. هذا الدواء هذا حقاش البنات، هذا الدواء هذا راه ماشي بزياده الوزن، راه ماشي باش يتفتح لكم الشهيه البنات، راه هذا ديال الحساسيه، وفيه واحد الماده ديال السيبروهيبتادين. هاد الماده هذه ديال الحساسيه البنات، ولا بديتو كتاكلوه راه يدير لكم اعراض خايبه بزاف. ومن بين هاد الاعراض البنات وهي الماء في الركاب يا البنات، كيدير لكم البنات، راه هاد الدواء هذا راه كيدير الماء تحت الجلد البنات، راه خايب بزاف. الله يهدي الناس اللي كيديروا له الاشهار وتيقولوا بانه راه كيزيد في الوزن وانه زوين وغزال، الله يهديهم الله يهديهم، ما تديوش عليهم البنات، راه غتخرجوا على الصحه ديالكم، وغتخرجوا على حياتكم اللي بقيتوا كتشربوا هذا. وهذا راه ديال الحساسيه البنات، تصور انها شربتها يومين ما كملاتهمش. هانتوما قلت لكم هانتوما كملت نهار الاول ثلاثه د الحبات، والثاني صافي البنت بغات تحماق، تصور انها سد ليها الشهيه، ما بقاتش كتقدر تاكل، بقات كيتخيلوا لها شي افكار في شي شكل، ولات كتجيها بحال الكآبه، ولات النعاس ما كتنعش، النعاس ما بقاش كيجيها النعاس نهائيا، كتحس براسها بحال اللي فيها الوسواس بحال هكذاك البنات. كما قلت لكم البنات ولات كيجيها بحال الوسواس، بحال واحد الاضطرابات نفسيه يا البنات. من الاحسن ما تاخذوش هذا الدواء هذا، والله يهدي صحاب القنوات اللي كيديروا ليه الاشهار ويقولوا له بان هذا بان بيرفيتال زوينه، بان بيرفيتال كتفتح الشهيه، بان بيرفيتال كتغلط من اليوم الاول او من الشهر الاول. هذه راه تخرجوا على صحتكم، ما تخرجوا على صحتكم، راه كيدير شي اعراض، راه النعاس كيحيد النعاس ما تيبقاش يجيكم، وزيد على ذلك انه راه يدير لكم كيدير شي افكار، كيتقي بحال اللي باغا تحماق، كدير واحد الهلواسه، واحد فشي شكل. المهم كاين اللي كتخرج ليه هذيك الاعراض، كاين اللي ما كتخرج ليهش. المهم قلت لكم هذيك الماده ديال السيبروهيبتادين راها ديال الحساسيه، والناس كيشربوه باش يتزادوا في الوزن. هذا الدواء هذا خايب بزاف البنات، خايب بزاف، هذا راه ماشي ديال الزياده في الوزن او فتح شهيه. هي من بين الاعراض، من بين الاعراض ديالو انه تيقولوا بانه كيفتح الشهيه وكيزيد في الوزن، ولكن البنات راه لا، هذا الناس كياخذوه ديال الحساسيه، وكاين اللي كياخذو وكتحيد ليه الشهيه في خطره. ما قلت لكم كاين اللي كياخذو وكتمشي ليه الشهيه، هو كياخذو باش
ليه الشهيه تتصدق انه مسدد عليه الشهيه في خطره في واحد الاعراض خايبه بزاف البنات. المهم ما ننصحكمش انكم تاخذوه. انا اي حاجه كنعرفها او اي حاجه كتضركم وكتضرب الصحه ديالكم انا راه ما كنبغيش نبارطاجيها. لهذا انا قلت الناس لحقاش الاغلبيه ديال البنات واغلبيه ديال النساء انهم كياخذوا هاد الدواء هذا باش يزيدوا في الوزن، بيقولوا بانهم كيفتح الشهيه، ولكن راه خطير وخطير جدا على الصحه ديالكم البنات انكم تخرجوا على صحتكم بيديكم. ما قلت لكم البنات تخرجوا على صحتكم بيديكم من الاحسن البنات، ما كاينلاش انكم تاخذوا هاد الدواء هذا ونسيت واحد الاعراض عاوتاني انكم كتجيك الدوخه انك كتوقفي وكتحسي براسك بحال اللي باغا طيحي، كتحسي براسك بحال اللي فاشله، ما قاد لا تاكلي لا حتى شي حاجه، باغا غير تنعسي باغا غير ترتاحي، بحال اللي ما نعرف راكي مريضه، كتحسي براسك بانك مريضه. الدواء هذا غادي نقول لكم راه خطير وخطير جدا. لهذا قلت للصديقه ديالي قلت لها هذا الدواء هذا غادي نبارطاجيه مع الخوت ديالي والاحباب ديالي باش ياخذوا الحيطه والحذر. كما قلت لكم قلت علاش ما نبارطاجي مع الخوت ديالي والاحباب ديالي باش ياخذوا الحيطه والحذر وما يخرجوش على صحتهم. والله العظيم راه انكي تفتحي الشهيه غير بالاعشاب. ما قلت لكم البنات راكي تفتحي الشهيه غير بالاعشاب، انك ديري النافع في الماء دافي وتشربيه على الريق حتى هو تيفتح الشهيه. ديري داكشي غير طبيعي وحسن لك من هذا الدواء، وحسن لك من هذا الدواء لانك غادي تخرجي على صحتك وتخرجي على صحتك من هذا الدواء. راه ماشي ديال فتح الشهيه البنات، راه الدواء هذا راه تخرجي على صحتك صراحه. هاد الله انا بقات فيا صاحبتي والله لحد الان راه هي مازال ناعسه في الفراش، كتقول لي فيا الدوخه وفيا وما حاساش براسي مزيانه وما مقداش ناكل، وقالت لي ما كيجينيش النعاس، وتصور انها شربات غير يومين ما كاملاش البنات، شربات نهار الاول 3 حبات ونهار الثاني شربت 2 حبات، وهاد الاعراض ما بغاوش دابا السيمانه هذه والاعراض مازال فيها، حاسه براسها بالفشله فاشله، ما قداش تاكل ما قداش تنوض ما قداش تقضي الشغل ما قداش دير حتى شي حاجه. بقات فيا وقلت لها واش ممكن تعطيني هذيك الكينه انني نبارطاجيها مع الاصدقاء ديالي باش الناس يعني نعطي فكره للناس اللي كياكلوها بانهم ما يبقاوش ياكلوها لانها كضر الصحه ديالهم وباش يبعدوا منها. قالت لي يمكن حتى شي مشكل، ولهذا جيت نبارطاجيها معكم الحباب ديالي. ما كاينلاش انكم تعاودوا تاكلوها، راه خايبه بزاف غير قطعوها وشوفوا البديل ما احسن شي حاجه طبيعيه، شي حاجه طبيعيه احسن لكم انكم تشربوا هذا الدواء هذا، لانكم غادي تخرجوا على الصحه ديالكم وما غادي تضروها اكثر ما غادي تنفعوها. حتى الا نفخاتكم يعني ماشي انكم كتصححوا الصح ديال بصح، حتى الا انها نفخاتكم غادي تفشوا وتقطعوها غادي تفشوا. والا ما هذه الا ما دارت لكم هذيك الاعراض الخايبه اللي عاودت لكم، لحقاش راها خطيره البنات. ولهذا كنقول لكم بعدو من هادي، راها غادي تضر لكم الصحه ديالكم. هذه هي النصيحه ديال اليوم البنات. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم بان الدواء هذا غادي يضر بصحتها اكثر ما غادي ينفعها. وما تنساوش انكم كما قلت لكم البنات عافاكم يبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. شكرا لكم بزاف 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 على كل شيء، على التعليقات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى المشاهده ديالكم. كنقول لكم كنبغيكم بزاف 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 وكنحمق عليكم وكنموت عليكم، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبانكم تكونوا استفدتوا وبانكم خديتوا واحد الفكره على هذا الدواء هذا. والله ينصح يسمحوا لي الله يهدي اصحاب القنوات انهم كيبارطاجيو وكيقول لك بانها كتزيد الوزن وكتنفخ بانها زوينه وبانها غزاله. البنات الله يهديكم الله يهديكم، ما تلعبوش بالصحه ديال الناس لان هذه مسؤوليه على رقبتكم، لانكم كتبارطاجيو شي حاجه لانكم عارفينها كتضرب الناس وكتبارطاجيوها بانها مزيانه.
وكنتمنى ان الفيديو اليوم يتمنى الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش باللايك والتشجيعات ديالكم، وكنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم وتنقول لكم عليكم كاملين حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة في امان الله.